دار يا مجد واكتمل يا كل امانينا ابنيك بجد وعمل من حقك علينا عشتي يا عزي والنصر يا عزي والنصر يا والنصر يا أملي لك أملي لك أملي لك وحدتنا تسلم لنا خليجنا عزنا وكرامتنا الإيد بالإيد وكلنا نرعاها وحدتنا تسلم لنا خليجنا عزنا وكرامتنا عشتي يا عزي والنصر يا أملي لاتي أملي لاتي أملي لاتي الرابعة والناس يأتيكم برعاية بطاقات الخصم والائتمان من بنك الإمارات دبي الوطني رويال للمفروشات قيمة مذهلة كل يوم بيزلاين مستحضرات تجميل وعناية من مستحضرات النحل بسم الله الرحمن الرحيم مستمعين الكرام مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حيكم راديو تلفزيون الإمارات العربية المتحدة من عجمان يسعدني أن ألتقي بكم لهذا اليوم الأحد السابع من رجب لعام 1436 هجرية الموافق السادس والعشرين من إبريل لعام 2015 والرابعة والناس ومن الآن وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر إن شاء الله نتواصل معكم من خلال هذا البرنامج رقم هاتفنا هو 600 55
1-6-1-0 ومن خلال رسائل النصية القصيرة على 7-0-0-9 ونرحب بكل مشاركاتكم. غادة بشير وأيضا هاجر عبد الرحمن وعلي عبد العزيز صبحون عليكم بالخير، أتمنى لكم قضاء أوقات سعيدة ومتعة إن شاء الله من خلال ما يقدم شبكة راديو تلفزيون الإمارات العربية المتحدة من عجمان ومن خلال ما يقدم من هذا البرنامج. نتواصل معكم ونتواصل مع أخبارنا المحلية، حيث بعد السيد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه برقية التعزية ومواساة للدكتور رام باران ياداف رئيس نيبال في ضحايا كارثة الزلزال الذي ضرب البلاد أمس ونتج عنها مئات الضحايا، كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد العام للقوات المسلحة ببرقيتي تعزية مماثلتين. وعلى صعيد متصل هبة الإمارات العربية المتحدة وكعادتها وبناء على توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة وأمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة لإغاثة المنكوبين في كارثة الزلزال الذي ضرب نيبال، كما أمر سمو فريق الإمارات البحث والإنقاذ التابع لوزارة الداخلية بالمغادرة اليوم الأحد للمشاركة في عمليات الإغاثة الدولية عبر فريق إماراتي محترف يضم 88 شخصا، وكان أكثر من 1000 شخص قد قتلوا وتبر المئات في أعداد المفقودين في الزلزال الذي وصف بأنه الأقوى في نيبال منذ 81 عام. ظن أكد الدكتور المهندس عبد الله بن حيف النعيم وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد الإسكان أن خاصية اختيار مساكن مجمعات زايد عبر التجوال الافتراضي تتيح للمواطنين معايشة المجمع واختيار النموذج والمكان المناسب لهم ما يحقق بناء مجتمع متكامل. وقال خلال تفعيل برنامج أمس مقر برنامج الشيخ زايد الإسكان اختيار أكثر من 222 مواطنا لمساكنهم تم بإتاحة حجز مساكن مجمعي الاتحاد وخليفة بمبنى البرنامج الرئيسي بدبي، وذلك لتمكين المستفيدين ضمن المجمعات السكنية من اختيار مساكنهم وفقا لرغباتهم وبما يتوافق مع تطلعاتهم وأمالهم. وأشارت المهندسة جميلة الفندي مدير عام البرنامج إلى أنه تم التواصل مع جميع المستفيدين من المجمعات السكنية عبر قنوات التواصل المختلفة وشرح كيفية استخدام النظام، وذلك لتتم عملية الاختيار تحت سقف والمساواة. وقالت أن عملية الاختيار ستمنح جميع المستفيدين من فئة المسكن الحكومي في إمارة الشارقة والفجيرة الفرصة المتساوية لتحديد المسكن الملائم حسب رغبتهم. أيضا أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة افتتاح جسر تقاطع الشيخ حميد بن صقر القاسمي أمام حركة سير للمسار القادم من شارع الوحدة في اتجاه شارع الذيد اليوم الأحد في تمام الساعة 10 صباحا. جاءت أعمال الإغلاق للجسر بهدف إجراء أعمال صيانة ضرورية وعاجلة لرفع كفاءته وزيادة عوامل السلامة والأمان من خلال صيانته فواصل التمديد السطحية أو من خلال صيانة فواصل التمديد السطحية المتضررة لسطح الجسر للمسار المذكور. كشفت بلدية مدينة أبوظبي عن طرح 3 مشاريع مستقبلية مهمة خلال العام الجاري، وهي مشروع السوق العصري في منطقة المفرق، وهو مشروع تطوير سوق رئيسي للجملة في أبوظبي وينقل إليها السوق الحالي الموجود في ميناء زايد، حيث يحتوي على عدد من الأسواق المتخصصة التي تخدم سكان المنطقة والمناطق المجاورة، كما يجري العمل على إنجاز الدراسات اللازمة والحصول على الموافقات المختصة للمشروع. تعكب وزارة الأشغال العامة بالتنسيق مع دائرة التخطيط والمساحة في إمارة أم القيوين على تحديد التصاميم النهائية اللازمة لأعمال إنشاء شبكة طبعا من الطرق الداخلية الجديدة والموزعة على عدد من المناطق بالإمارة. وكشف المهندس أيمن محمد محمود نائب رئيس قسم الطرق بدائرة التخطيط والمساحة أن التعاون بين وزارة الأشغال والدائرة قام على التنسيق من أجل طرح مناقصة لاختيار أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة بعمل دراسة وتصميم على شبكة الطرق الداخلية الجديدة. أيضا أكد المهندس حسين بن ناصر باللوتان مدير عام بلدية دبي أن نسبة الإنجاز في مشروع سفاري دبي بلغت 30%، ومن المتوقع الانتهاء من التنفيذ في الربع الثالث من العام 2016، موضح أن العمل يسير وفق البرنامج الزمني للمشروع. وقال أن حكومة دبي حريصة على توفير احتياجات المدينة كافة من المشاريع التي تخدم الإمارة لتحقيق مجتمع السعادة، وأن تكون دبي المدينة الأولى في العالم في السعادة للجميع ورفاهية العيش مع توافر عناصر النجاح. أعلنت دائرة النقل بأبوظبي عن بدء العمل بنظام الدفع الآلي لبطاقة حافلات الذكية فعليا في 15 مايو أيار المقبل داخل مدينة أبوظبي وضواحيها والتنقل عبر المدن، حيث أن سعر بطاقة حافلات الذكية هو 5 دراهم والتي تباع في جميع مراكز خدمة العملاء التابعة لدائرة النقل بأبوظبي. أيضا استفاد أكثر من 2163 نزيلا بالمؤسسات العقابية
بشرطة دبي من قرارات الإعفاء من مدد العقوبة المحكومين بها، وذلك تنفيذا لبرنامج تحفيظ القرآن الكريم في المؤسسات العقابية والإصلاحية بشرطة دبي الذي أمر بتأسيس صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظ الله ورعاه. ويعد برنامج الإعفاء من مدد العقوبة طبعا مقابل حفظ أجزاء من القرآن الكريم برنامجا تفردت به دبي على مستوى العالم وليس المنطقة فقط، حيث لا يوجد برنامج مشابه في هذا الإطار، فيما يعد هذا البرنامج فرعا أصيلا من فروع جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم الذي تقوم على رعايته وتنفيذه بالتعاون مع شرطة دبي. وأكد المستشار إبراهيم محمد ملحم مستشار صاحب سمو الشيخ محمد راشد المكتوم للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي إن برنامج تحفيظ القرآن الكريم في المؤسسات العقابية والإصلاحية بشرطة دبي الذي ينال بموجبه الحافظ الإعفاء من مدد العقوبة وفقا لطبعا أمر موضوع في هذا الصدد وواضح ومطبق، لافتا إلى أن البرنامج يشهد إقبالا كبيرا عاما تلو الآخر من قبل نزلاء المؤسسات العقابية بدبي، حتى وصل اليوم إجمالي المتحقين بالبرنامج منذ تأسيسه في عام 2002 وحتى العام الجاري إلى نحو 4036. جزاكم الله خير، الله يأجركم إن شاء الله. أعلنت هيئة الطرق والمواصلات دخولها قطاع الاستثمار في نشاط النقل المدرسي، وذلك عبر تشغيل حافلات مواصفات عالمية لنقل طلاب المدارس الخاصة اعتبارا من العام الدراسي المقبل. وستبدأ الهيئة العام الدراسي المقبل بتشغيل قرابة 50 حافلة. وأصدر مطر طاير رئيس مجلس إدارة والمدير التنفيذي للهيئة قرارا بإنشاء إدارة النقل المدرسي تتبع مؤسسة تاكسي دبي. تخطت دو أمس الرقم القياسي في المزايدة على أحد أرقامها المميزة على مستوى الدولة ببيع الرقم طبعا 0522 بمبلغ 8,010,000 درهم، فيما حقق الرقم السابق الذي تم تخطيه 7,800,000 درهم، وباعت دو رقما آخر بمبلغ 4,010,000 درهم وهو طبعا 0522 أصفار، فيما وصلت حصيلة المزاد على 70 رقما عرضتها للبيع أمس 18 مليون درهم، وكل الحصيلة كانت 18,910,000، يعني 19 مليون. وطبعا راح دو مثل ما قالوا في إعلانهم أنه بيصير جزء من هذا المبلغ، وما حددوا، ولكن تبرعوا بمبلغ 2,000,000 درهم للأعمال الخيرية. زين، جزاهم الله خير. واللي اشترى الرقم أحد رجال الأعمال الإماراتيين، طيب شعر ان الاستثمار او بيقتني روحه، ما المهم الله يبارك له ان شاء الله يا رب العالمين. كثيرين قالوا هذه بطرة وهذا ما بطرة، الواحد يوم عندي كيف حر، واحد صريف نفسه حر بماله، يمكن الريال شعر انه بيستثمر بعد او لغرض معين من خلال شراء هذا الهاتف، فما حد ما لحق، ما حد لحق عليه يقول هاي بطرة ولا هذا، كيف هو حر ان شاء الله يشتري بمليار. شدد خبراء عقاريون على أهمية مراعاة احتياجات الأسر الصغيرة ومحدودة ومتوسطة الدخل عند إنشاء المشروعات العقارية، لافتين إلى أن معظم الوحدات السكنية المتوفرة في أبوظبي تتكون من غرفتين أو 3 غرف وصالة، ما يخدم شرائح بعينها في وقت تعاني السوق نقصا كبيرا في الوحدات السكنية المكونة من وحدات استوديو وغرفة نوم وصالة. وطالبوا بخريطة سكانية واقعية تتضمن تحديد احتياجات كل شريحة في الإمارة بما فيها المواطنون الذين تضمن لهم الحكومة الإسكان الفاخر وشريحة المقيمين، وتحديد سعر عادل يضمن طبعا المالك من خلال تحقيق مكاسب من الحصول على كلفة البناء خلال فترة تراوح ما بين 20 و 25 عام وليس 10 سنوات كما هو معمول به حاليا. ولفتوا كذلك لوجود عشوائية في إقامة المباني السكنية مطالبين بخفض القيمة الإيجارية في جزيرة الريم التي تعد الأسعار فيها مرتفعة للغاية. بدورهم عرض مستأجرون رحلتهم في البحث عن استوديو في أبوظبي مؤكدين أن هناك نقصا شديدا في هذا النوع من الوحدات السكنية. الله يعين. أفاد مرصد أحوال أسر المواطنة لعام 2014 الصادر عن إدارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي تراجع نسبة الحاصلين على قروض شخصية من أرباب الأسر المواطنة في الإمارة بشكل كبير العام الماضي مقارنة بالعام 2013، موضحا نسبة سجلت تراجعا
طبعا أو تراجعات ربعية متتالية خلال عام 2014 لتبلغ نحو 24% من المتوسط، مقارنة بنحو 85% من المتوسط خلال عام 2013. أيضا هني أعضاء، طبعا هني عضو المجلس يتقاضى 25,000 درهم راتبا تقاعديا. أعضاء مخصصات الوطنية المالية تفتقد عنصر الإغراء. يطالبون بأشياء كثيرة، طالبوا بعد أنتم لأنفسكم، لكم حق، لم حق يطالبون لأنفسهم، لأنهم يطالبونهم بأشياء زينة دائما للمواطنين جزاهم الله خير وكذي وهذا وللبلد وهذا، ما في باس أنكم يطالبون لعماركم يعني. هو 50,000 درهم يعطونهم، 25 من عند رئيس الدولة و 25 معاش. إيه. ها؟ داخل أي بيتقاعد 25,000. ايضا هنا يصطحب الزائر من منزله الى موقع الاحتفال مرافق ذكي لزوار فعاليات دبي. العقيد عبد الله بن خليفه المري يقول لك فعاليه راس السنه تمثل التحدي الاكبر سنويا نظرا للاقبال الكبير من الجمهور، حيث حضرها العام الماضي 1,800,000 زائر. ما شاء الله. اطلقت الاداره العامه لامن الهيئات والمنشآت والطوارئ بشرطه دبي تطبيقا ذكيا يوفر الجهد والعناء على الملايين من رواد الفعاليات المختلفه في الاماره. وقال نائب مدير الإدارة العقيد عبد الله بن خليفة المري لإمارات اليوم أن التطبيق يهتم بتفاصيل دقيقة تهم المستخدم، إذ ينقله إلى مكان الحدث ويحدد له الوجهات التي تهمه، بل يرسل تنبيهات لإرشاده إلى أفضل الطرق والمداخل وساحات الانتظار، كما يساعده على تحديد موقع سيارته في المواقف بعد أن تنتهي فعالية، مؤكدا أنه يمثل نقلة حقيقية في عملية التنظيم. والله يبان لك كلنا نحكي عين سي المول يوم الجمعة تضيع سيارتك، يلا يلا تيس تبطل بالسويتش. إيه. عزيز سوولنا السويتشات اللي تبطل السيارة من بعيد وتطلع لك. ها كم بتحفظ خالي الحين انت؟ خلالنا شيء التليفون، تليفون كان بتخزن في التليفون ايه؟ ولا خلالنا شيء التليفون ما تحفظ. بس جزاهم الله خير زين ما شاء الله. امس تحرى العيد يوم الجمعة اللي طافت دبي مول تحرى العيد صدق والله، اللهم لك الحمد والشكر. ها ما بتدخل الموقف، تطلع من الموقف في بالك نص ساعة، ها طلوع بس ما بداخل، لا داخل ما شيء موقف طبعا، اللي داخل هايلة كلهم يدورون يدورون مواقف يتريون حد يطلع. ليش تأخر انت على الطلعة؟ لأن متروس المواقف، واللي داخل هايلة يتريون حد يطلع ويوقفون، ما حد يطلع كلهم يدون. الله يزيد، الله ما يزيد بالخير، الحمد لله رب العالمين. أيوة شي خلق من كل مكان برا، جانب وخليجيين وعرب وأهل البلاد ومن كل مكان الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر، اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان والعز والرخاء الحمد لله. وحين يوم سيد بيت كأنك مسافر، اللهم لك الحمد والشكر، تعتبر سفرة مبروك. على شو صرت دبي مول أخيرا؟ المفروض يعطونك جائزة هناك عند الباب. هني يقول لك تؤدي إلى الإضرار بهم وتعرضهم للجزاءات التأديبية. 6 أخطاء يرتكبها المتظلمون في حكومة دبي. هناك موظفون لا يوفقون في صياغة التظلمات المرفوعة للجنة المركزية، ما يتسبب في عدم وضوح اعتراض على القرار المتظلم منه. محمد عبد الرحمن الفيدي. أيضا أقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال جلسته اللي عقدت أمس الخميس الماضي، وعقدت الخميس الماضي 11 توصية بشأن سياسة هيئة كهرباء ومياه شارقة وإجاز مشروع قانون هيئة الوقاية والسلامة بحكومة الإمارة بعد إدخال عدد من التعديلات وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية موحدة والتأكد من تطبيقها من قبل الجهات الحكومية المعنية كافة. ومن المقرر أن يعقد المجلس جلسته المقبلة في 7 من شهر مايو المقبل لمناقشة سياسة دائرة الإحصاء والتنمية الاجتماعية. أيضا المبلغ الأكبر منذ إنشاء الصندوق تكافر الصحفيين يقل 62 عضوا مليونين درهم العام الماضي.
أيضا هني يشهد سيدي صاحب سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة اليوم الافتتاح الرسمي للجامعة القاسمية التي جاء تأسيسها ضمن اهتمام سموه بالتعليم وحرصه على إنشاء الصروح التعليمية العليا لتكون جامعة إسلامية متخصصة. وقال مدير الجامعة القاسمية الأستاذ في جامعة الأزهر الدكتور رشاد محمد سالم أن رؤية الجامعة تنتهج نهج جامعة الأزهر وتعتمد وترتكز على القرآن الكريم والحديث واللغة العربية وتخريج القدوة، فالأمة الإسلامية بحاجتها في يومنا الحاضر أكثر من أي وقت مضى، والجامعة تؤكد دائما أنها شارقية الموقع عالمية الرسالة أسوتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأضاف أن صاحب سمو حاكم شارقة أراد الجامعة القاسمية كي تكون هدية منه للعالم، مشيرا إلى أن رؤية سموه في إنشاء الجامعة القاسمية تؤكد أن الإسلام دين السماحة والانصراف الوسطية والاعتدال لا إفراط فيه ولا تفريط. وقد استقطبت الجامعة في العام الدراسي الجاري 2250 طالبا وطالبة من 45 جنسية مختلف دول العالم. الله يبارك لهم إن شاء الله يا رب العالمين. على الأقل يمكن بعد يطلعون عندنا مع عرب يعرفون عربي. إيه الحين تدورهم هاي هيئة الأوقاف تدورهم اتفق ما تحصلهم، تسوي لهم غراءات وبعدهم ماشي خطباء ماشي يلا مش. والمشكلة وإذا يجيك هالأجانب مثل ما عندك الحين هاي اللي يستوردونهم ما يعرف عربي، يعرف يقرأ قرآن حافظ القرآن كامل إمام يصلي صوته زين، لكن المشكلة ما يعرف عربي ما يعرف يخطب الجمعة. عندك شح في خطباء الجمعة، فإن شاء الله من خلال اللي بيتخرجون إن شاء الله من هاي الجامعة تستفيدون منها. إيه هنيا بعد اللهم لا تبلينا انخفاض سن بدء التعاطي إلى 13 عاما الوطني للتأهيل يعالج 47 طالبا من العدوان. اللهم لا تبلينا. الوطني يقول لك يجدد توصية تقنين الرقية لمواجهة المشعوذين، الأوقاف تدرس ضوابط لتقنين الرقية الشرعية. والله يا طويل العمر لا يفكونا منه محسن ما خالي جايين الحين يا طويل العمر خلها على الله جايين يعني الحين كلهم خذوها مهنة للكسب هذه. والله العظيم قبل تشير يوم عند المسيد عند المطوع يقول لك كتب لك الإمام محو الله يغفر لهم ويرحمهم يعني كتب لك محو ترى في الدوري كذا يا يبو تجيب له ماي ورد وتجيب له زعفران وكتب لك ترى عنده لا 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 ما عندنا قصب عندنا أي الله بسمه أي حطبة كذا مسحته من الشيارة وكتب ترى كتب محو صار وصار ولا يا أبو غلاس ماي وقرا فيه المطوع عقب ما يطلع من المسجد تفال عليه كذا وروح نفخ فيه ما بتفال نفخ فيه وشرب تترى وكان الله غفور رحيم. لا حد يعني الحين ايش خذوها قاموا يجونا مشعوذين حريم وريايل ويحطوا لك سماعات. انا اول مره يعني بتسمع اغاني راب انت والله العظيم تحرى عمرك يا مايكل جاكسون بيرقيك ناقص نش تهتز بس يحطوا لك هالسماعات في ذنيك ويشرخ شراخ قو تنزعج تيك مثل هاستيريا من شي زعجون وهاو ينتفضون يعني ما بي يا جماعة الخير هي في واحد حط سبيكرات ما بسماعات ما لذن سبيكرات كبار دوم دوم شي مثل ما الديسكو وين تبقى خالي فهم وقفوهم منعوهم فكونا منهم والله بس واللي يعرف مطوع روح يشيل لي ما يشيلون عند هالمشعوذين كل واحد ما عنده شغلة يا استوى كل واحد الحين استوى شغلة اللي ما عنده شغل راقي شو انت راقي شرعي هو راقي ولا راقي شرعي ولا يخصه هي دجالين بس يعني ممتهنين هالمهنة لأن ما تبى رأس مال خالي هي ما تفكونا منهم ووقفوهم خالي وحين يا ريال لك اللي يرقون بالتلفزيون حيني بمشكل ونشكلة حين أنا ما أدري منو مسؤول عطنا الله يخليك أنت هذا بعد منو بعد هذا متصل شو تبى بعد حين أنت متصل يو رد علي طالع منو هذا بعد حط التلفون في الشرج ما في شرج حين شو السالفة اتصل فيه ضيع أفكارك بند أحسن عقب ما ضيع أفكاري بند
المهم يا الحين في التلفزيون الحين المشكلة بعد القنوات هذه المفروض بعد المسؤولين عن القنوات لكن هاي بعد يبون فلوس تبى تقول المسؤولين عن الأقمار الصناعية الحين يطلعوا لك في التلفزيونات هاي يعالجون كل الأمراض كل الأمراض السكر والضغط وعافانا وعافاكم السرطان الأمراض المهم اللي الأمراض المزمنة وكل شيء كل شيء يعالجون كل شيء في التلفزيون كل شيء من غير الرقية يقولون أمس يبني واحد سعودي حاط طبعا أنا من أوائل الناس اللي كشفوا الهاشمي محمد الهاشمي اللي يدعي أنه مطوع الدكتور ولا دكتور ترى ولا شيء خريج سجون عافانا الله فأنا من أوائل الناس اللي يبناهني والحمد لله رب العالمين هيك المرة شفنا مجلة وفي المجلة للأسف إن المجلة مجلة زارة الخليج مسوين يا لقاء مواطن إماراتي ولا بإماراتي ولا شيء مواطن إماراتي يعالج طفله من السرطان وشفت شفاء تام شيبنا المجلة قال لي واحد يا جماعة الخير هذا طالع وياي من السجن يا ود الحلال قال والله هذا كان مسجون ياي مسجون ياي قال مسجون ياي وسوينا له خطة محكمة لين يبناه نعم خطة محكمة سوينا له لين يبناه وتأكدت أنا بعدين أنه كان مسجون ساجنين هنا في أبوظبي مسجون بعد لأنه محتال المهم ف يا الريال هني عاد ادعى أنه سعودي ومتتلمذ على إيد بن عثيمين المهم حتى اتفقت يا الشخص اللي طالع اللي كان وياه في السجن قلت له قال لي بكلم على هو المهم خلينا يخرط ويقول لي عندك اللي لانه لو الكذب الكبير اللي اعطاني اياها هذه قال لي والله عالجت واحد في ايدز وكيف صاب مرض الايدز قال والله عن طريق الحلاق ايش درك انت عن طريق يعني تدريب انت يعني حللتي شوف الكذب شي المهم كلمني وهذا المهم وانفضح امره ولكن للاسف صار فتح لي قناه عقب وصار يجذب على العالم ويبلم ويبلم ناس فلوس يعطيهم الفقر هاي له والله انا في شيء الفلاني وقر علي وعالجني وبخير الحين وكل يوم يعطوني جائزه مكان وكل كذب المهم امس عيبني واحد سعودي مصورني عند روز رويز فانتوم هاي اكبر روز رويز الفانتوم الكبير هاي واقف وبرج ايفل ومصورني وكاتب له معاد سعودي حاطني في الانستغرام وكاتب له هاي كلها تويتر كاتب له هاي كلها من فلوسكم يا المغفلين وبالفعل وايدين خالي وايدين كم بت ففكونا منهم الله يخليكم لا راقي لا نبغي راقي شرعي ولا شيء كلهم دجالين وحرامي وكذا هاي الأكل أولين مساكين يومتي عند الله يغفر لك يرحمك يا حياة حميد بن صالح جيت عند حميد بن صالح وكتب لك محو الله يغفر له ويرحمه ولا ياخذ عنك ربي ولو بتعطيه ضربك ولا كلهم راح حياة راشد بن راشد كلهم الله يغفر لهم ويرحمهم لين عرفوا من عندنا في ايمان حتى حياة ابويا الله يغفر له ويرحمه كان ولا ياخذون ربي ولا ياخذون اي شيء ولا يقبلون اي شيء يسوون لله يعني ما الله باسمه فحين يتكلق الله لك حرامي يوم إيه يا ريال شو يقول لك هني يا طويل العمر وين صرنا عن موضوعنا الاصلي شو موضوعنا الأصلي دجل أعمل لك إيش عوضتني والله يا طويل كل العمر يقول لك هنا بلدية شارقة يحق تحريرها يقول لك حتى لو كان سائق داخل سيارته مهلة الدقائق العشر قبل مخالفة المواقف اختيارية للمفتشين يعني المفتش كيف يبغى يعطيك ما يبغى يعطيك كيف مثل رادار يعطيك 20 الله بسم الله لكن المفتش كيف ما يبغى وإذا كنت في السيارة واقف غلط يخلفونك أحسن ليش؟ لانه وايدين الحين هي ووقف غلط ويعرق الحركه تسيرها على اساس اني انا على اساس السياره زي ما يستوي ايه هذا غلط فجزاكم الله خير زين شدوا عليهم شوي
هني بعد يقول لك زايد الاسكان يوزع قرينا، كان في وايدين ما بعايبنهم. ايه واحد الحين اختيار انت تختار مسكن، قال له واحد انا ابغى على الكورنر، قالوا على الكورنر ماخوذ، قال لا ليش تعطون هناك عنده واسطه احسن عني، ترى مختار اني قبلك على الكورنر. بعدين كل فريق شي اربع كورنرات يعني، هيك وين يبوا لك كورنر بعد يا يعني. والله بعد حد من الوادم ما يعيب العجب ولا الصيام في رجب. انت ما حسب انت تسوي مربع كم كورنر بيكون في اربع، كان دور في النص واعتبره كورنر يا اخي وخلصنا. ايه ما يجي يا جماعه الخير، الحمد لله رب العالمين. والله لا يا ريال الحمد لله عندنا مساكن، اللهم لك الحمد والشكر يا ريال. والله ناس ما عندها بيوت اقسم بالله العظيم يا ريال، خلى على الله. امس في زيارتنا ويا سيدي صاحب السمو الشيخ حميد بن الوالد شيخ حميد بن راشد النعيمي الله يحفظه المملكه المغربيه جزاه الله خير، يعني ما الواحد ما والله ما يعني يمكن يزعل إذا، لكن أنا بقول ولا فيها فيها الريال يزال خير يعني مسوي أعمال خيرية وايد هناك، مساعد الناس وكذي وهذا، ومسوي مساجد وايد تعرف مناطق عندهم كثيرة وفقارة مع الله بس الحمد لله رب العالمين. الله يطول عمره يبارك فيه إن شاء الله. هاي مستمرة بناء المساجد عندهم مستمر يعني ما بالله في المغرب، في كل مكان وأعمال الخيرية وايد، ولكن أنا أتكلم عن المغرب الآن. في الرباط مسويين كذا على يعني كان يعتبر في البداية خارج المدينة منطقة صغيرة، قالوا اللي بحاجة إلى مسجد هنا وشوف الأماكن اللي بحاجة إلى المسجد، تنسيق مع سفارة الإمارات وعند ناس بعد جزاه الله خير يشتغلون هناك. فالمهم سوى مسجد، مسجد كبير مو بصغير يعني، فحول المسجد بيوت كذا. المهم الآن استوت بنايات وكبر، قالوا المسجد بحاجة إلى تكبير إني يكبر المسجد. فصار زرنا المسجد هني هذا اللي يبغي تكبير، فشاف بعض المساكن العشوائية كذي. الله يغنيك عن المساكن كلها تشينكا وخراخر في السكيك يعني يوم تشوف تقول هاي الحمد لله رب العالمين، الواحد يقول مليون ألف الحمد لله رب العالمين. والله العظيم جزاها الله خير. أمر قال البيوت قالوا هاي ما يبون يطلعون من البيوت، إذا طلعوا ما بيحصلوا لهم بيوت لأن الأراضي ما مالهم. جزاها الله خير الله يطول عمره ويخليه يبارك فيه إن شاء الله. قال لهم اشتروا لهم أرض وبنسوي لهم بناية فيها اشقاق على عدد البيوت هذه او اكثر بعد عشان يستفيدوا من الناس الثانيين، وشلوهم وكبروا المسجد جزاه الله خير. لان الارض ما مالهم اذا شلوهم ما بيعطونهم اياها، فقال اشتروا لهم ارض. امن انهم يشتروا لهم ارض الله يطول عمره، وسووا لهم بناية متعددة الطوابق جزاه الله خير فيها اشقاق قد عدد المساكن واكثر بعد قالوا عشان يستفيدوا الناس الباجين. والله البيوت اللي ساكنين اقسم بالله ان الزرب مالهوش اللي عندنا افضل عنه والله العظيم. يمين بالله ان الزرب مال هوش انت لو عندك الان في الامارات هوش ما بيسكنوا في هالمكان، ولكن مساكين فقراء غصب عنهم والله غصب عنهم والله، انه يوم تشوفهم يقطع قلبك عليهم. هي مساكين لكن لا حول ولا قوه، بس زين يوم في ناس بعد يهتموا بهم. والامارات الحمد لله رب العالمين يعني الشيخ حميد والباقيين بعد جزاهم الله خير يعني لما ايادي بيضاء في كل مكان اللهم لك الحمد والشكر. والله سايرين نمشي وحصل لك ريال شال بنته على حمار جاي من المدرسه لابس المريوله مال المدرسه وشال شنطته لا وتضحك، قلت اللهم لك الحمد والشكر. وهنا بطرانين ما يبون يسيرون المدرسه، ويوم تستوي عندنا الاجازه بعد يغيبون يوم واحد عقب الاجازه، ويسيرون في سياره تشعل 9 انفار وهم نفرين وودنا مدريول وياهم بشكارات ويضاربون ما بعيبنا من المكان. أمس خبروني أمس واحد بدريول مضارب شرطي في هذا في المدرسة، والله مخبرني إن القائد الشرطة اللي مخبرني يقول لي يا الريال وقف دريول عند باب المدرسة ونزل الفلبينيات 2 ما شاء الله وياهن منو صغاري، قلنا براي قدام باب المدرسة زي يا ابن الحلال قم انت نزلتهم صر بعيد وقف المواقف وهاي البشكارات بين يمشين يعني. يا الشرطي قال له خوز، قال له ما بخوز لينين الله باسمه. بعد الشرطي وحليله بعد يعني حشم يتحرى انه بعد يمكن حرمة عود شيء لا يوم يمنو يعني الفلبينيات، قال له الحين تترى لا واشتكى بعد الارباب ما اشتكى عند قائد الشرطة ما بعيبني ليش تعاملون الدريول شو تعطونه مخالفة. يعني
اللهم لك الحمد. لا الدريول على حسب الأرباب، هيك قاعد أشوف الأرباب ماله قوي بعد، هو ينفخ عمره. إيه العظيم، مرة سألتني عندنا فلبينية في الريسبشن، سألتني قالت لي الملكية منتهي، قلت لها من كم من يوم؟ قالت من 3 أيام، قلت لها عندك شهر مهلة. المهم هي طوفت أظني 2 شهر جايز أخونا في الشارجة، هي قالت لي أسوق عادي، قلت لها سوقي لين ما ينتهي الشهر، سوقي عادي يعني عندك المهم تأمين، لأن التأمين في شهر وعادي فيه شهر. المهم زخوها في الشارجة، انتهي الملكية السؤال 3 شهور، ليش سوقي السيارة؟ قالت لهم عبدالله راشد قايل لي. هاي الفضيحة، عبد الله راشد قايد الشرطة ويرشون مخالفة، كان تيني تعطوني مخالفة قلت خلي أعطوني 6، أنا قايل تسوقي الله باسمي 2 أو 3 أيام تصير تسوقي 3 شهور أنت تستاهلي. نتواصل معكم مستمعين الكرام بعد هذا الفاصل. إذا لاحظت ضعفا تدريجيا في الإبصار مع وجود غشاوة على العين وعدم القدرة على تحمل الضوء الساطع، فبادر بمراجعة طبيب العيون، فهذه هي بعض أعراض المياه البيضاء التي تحدث غالبا مع التقدم في العمر. إن المياه البيضاء سهلة العلاج جراحيا بإذن الله. مع تحيات مستشفى مغربي للعيون مدينة دبي الطبية. ماجيك كراون انترتينمنت تدعوكم إلى أمسية لا تنسى على شاطئ الخليج العربي في فندق قصر الإمارات مع المطرب صاحب الشخصية الرائعة والصوت الفريد أليساندرو سافينا، وذلك لليلة واحدة فقط في الأول من مايو. تبدأ أسعار التذاكر من 700 درهم. احجزوا مقعدكم اليوم على 050-505-3453 أو عبر ticketmaster.ae. الشريك الإعلامي راديو الرابعة. لازم نعرف شو السر اللي مخبيه خالد، دايما ترى مبتسم ومرتاح، حر وبرد بالشغل وبالقهوة. يقولون انه ما يفسخ كندورته الا من اقمشة تويوبو اليابانية الاصلية. لازم نعرف السر. اقمشة تويوبو لم تعد سرا، تويوبو اقمشة بيضاء بجودة لا تضاهى مع خبرة تزيد على 100 عام، فخمة ناعمة ومريحة في جميع فصول السنة، متوفرة في الامارات وجميع دول الخليج. تويوبو ideas and chemistry. سمعنا بس راديو الرابعة. سمعنا بس راديو الرابعة. فاطمة تحلم بأن تكون هي، رامي لديه إحساس أنه هو، سوزان تتمنى أن تكون هي. تسوقوا بقيمة 250 درهم فقط لدى مفروشات اي دي ديزاين في مردف سيتي سنتر أو مول الإمارات، واحصلوا على فرصة رائعة لإعادة تصميم غرفتكم قيمتها 50,000 درهم. لهذا نص سكان دبي يحلمون أنهم أصحاب الحظ السعيد. أسرعوا، ينتهي العرض في 14 مايو 2015. اي دي ديزاين، حيوية أكثر، تصميم أكثر، أساليب معيشة أكثر. تطبق شروط والأحكام. سعيد، ما بعرف كيف وصل لك هالخبر. شو؟ بصراحة رح نوظف شخص جديد مكانك. ليش؟ لأنك يا سعيد جيت لك ترقي وصرت مدير مبيعات. مكاسب جديدة مضمونة، الصحة جيدة تضمن إنتاجية جيدة، ولهذا السبب نحن في ضمان نقدم برامج صحية مصممة خصيصا لتناسب مؤسستك، ونطرح مبادرات تعزز صحة الموظفين لديك. اتصل على 800-4326-26 أو ضمانhealth.ae. ضمان، خبراء التأمين صحي. سلام عليك ابو سعيد. وعليك السلام ابو عبد الله. صدق انك بعت بنايات ب50 مليون؟ ايه صدق، وليش زعلان؟ كيف وبنايتي عند بناياتك نفس المواصفات ونفس العمر وما يعبت لي الا 20 مليون؟ الله يخلي شباب هالدار. نو بعد شباب هالدار، حد عنده عقار وما يعرف قصر الملوك للعقارات؟ سلمتوا البنايه قبل ما تجهز وهم استلموها من عند الاستشاري وسووا لي الدراسه واجروا للبنايه باعلى سعر وداروا للبنايه كأنها بنايتهم، من تاجير وصيانه وحراسه ونظافه ومتابعه ماليه وقانونيه وتقليل شهري وصلني لين البيت. لين البيت؟ لا بخبرك، هم اللي باعوها 50 مليون، لأن متشوف بناتي كأنها مبناية البارحة، مو بناية كأنها عمرها 100 سنة. عيال عطني رقمهم. قصر الملوك للعقارات، شركة مساهمة خاصة، رقم المجاني 800-5773. الرابعة والناس يأتيكم برعاية بطاقات الخصم والائتمان من بنك الإمارات دبي الوطني. رويال للمفروشات، قيمة مذهلة كل يوم. بيزلاين، مستحضرات تجميل وعناية من مستحضرات النحل.
أجدد لكم التحية مرة أخرى مستمعينا الكرام مشاهدينا الكرام من خلال راديو رابع الموجة 107.8 من الإمارات العربية المتحدة من عجمان، ونتواصل معكم ويا هلا وسهلا فيكم، ونتواصل أيضا مع المزيد من الأخبار المحلية. وهني طبعا يقول تحدثوا عن اقتراعاتهم في يوم الابتكار الإماراتي، مخترعون إماراتيون، طموحنا الوصول بالإمارات إلى رقم واحد في مجال الابتكار. أيضا توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس اليوم غائما جزئيا ومغبرا أحيانا على بعض المناطق، وتستمر الرياح الشمالية الغد.